أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. نكرس فيها الحديث اليوم عن اتفاق الرياض واستكمال ترتيبات تنفيذ الشق العسكري. تمر اليمن بظروف قاسية جعلت غالبية المواطنين يقعون فريسة الفوضى والجوع، وفي هذه اللحظة الوطنية الحالكة يأتي إعلان التحالف حول استكمال الترتيبات لتنفيذ اتفاق الرياض ليفتح نافذة أمل في تغيير الحل وكبح تدحرج الكارثة. لكن المهمة لن تكون سهلة وتتطلب الكثير من الحزم والمصداقية في ظل موجة الأمل التي عاشها أبناء الشعب اليمني اليوم بعد إعلان التحالف بدء تنفيذ اتفاق الرياض وتحديد مدة أسبوع لإكمال الشق العسكري منه وإعلان الحكومة الجديدة. إذن أمل يتضاعف في أن يسهم التحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بالمزيد من الدعم والوقوف ضد تداعيات الكارثة الإنسانية انطلاقا من نجدتهم الأخوية ومسؤوليتهم الإنسانية اتجاه بلد شقيق. فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري يتم إعلان الحكومة المتفق عليها في غضون أسبوع، ذلك ما أعلن عنه مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية، والذي أكد استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وكالة الأنباء السعودية واس نقلت عن المصدر القول إنه تم استيفاء جميع الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني والتوافق على تشكيل الحكومة بعدد 24 وزيرا، حيث ستقوم قيادة القوات المشتركة للتحالف من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من اليوم الخميس بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات ومن العاصمة عدن إلى خارج المحافظة. كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية. تصريح مثل برأي مراقبين نافذة أمل وسط محيط من الآلام، وهو وفق آخرين تصريح تتعلق أهميته بمدى تنفيذه على الأرض وقبل ذلك بمدى إسهام التنفيذ في تحقيق هدف عودة عدن عاصمة لكل اليمنيين وخلوها من جميع المسلحين باستثناء قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية اليمنية. فيما يبقى اكتمال تنفيذ الشق الخاص بإخراج المسلحين من عدن مرهونا بمدى إدماجهم واندماجهم في إطار القوات التابعة لوزارة الدفاع وتحولهم من عائق أمام استكمال التحرير إلى جزء من عملية تحرير الأرض من ميليشيا إيران. هو إذن إعلان عن بدء التنفيذ يأتي بعد أكثر بقليل من العام على التوقيع، إعلان يدرك معه الجميع أن التنفيذ الصحيح لاتفاق الرياض انتصار لجميع من يواجهون مشروع إيران في اليمن، وأنه لا مستفيد من خلخلة صف الشرعية سوى الميليشيا الإيرانية، وهي وحدها الخاسر من اتفاق المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية. فهل يعمل الجميع في ضوء هذه الحقيقة أم يختار البعض وضع العصا في عجلة توحيد الجهود ليقدموا لإيران ما لم تحلم به منذ عقود؟ شكرا للزملاء الذين عدوا لنا هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، وللحديث حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور متعب بازياد، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضو مؤتمر الحوار الوطني. اسعد الله مساءك دكتور متعب. اهلا وسهلا بكم. اهلا ومرحبا بك. وايضا معي عبر سكايب الاستاذ سليمان العقيلي، كاتب ومحلل سياسي. اسعد الله مساءك استاذ سليمان. اهلا اخي احمد، احييك والدكتور متعب ومشاهديكم الكرام وفريق العمل. اهلا ومرحبا بك استاذ سليمان وبضيفي الدكتور متعب وبالمشاهدين الكرام. خطوة ارتقبها أبناء الشعب اليمني دكتور متعب كثيرا، وطالما يتوقون إلى أي حل يضع بصيص أمل لإنهاء معاناتهم، هذه الخطوة ترقبها الكثير أبناء الشعب اليمني تتنفذ.
اليوم في متنفس بسيط وضع آماله الشعب اليمني على تنفيذ هذا الاتفاق، ما الذي جرى حتى وصلت اليوم للتوافق على بدء تنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة خلال أسبوع؟ شكرا جزيلا لكم وتحية لكم والمشاهدين أيضا. القضية حقيقة أخي منذ توقيع اتفاق الرياض وكان واضحا أن هناك مسارات أمنية عسكرية بالتوازي مع المسار السياسي وهو الذي يتضمن تشكيل الحكومة وأيضا قضية محافظ عدن ومدير أمن عدن وبقية الترتيبات الإدارية في المحافظات. هذا الاتفاق تعثر بسبب بعض التفسيرات لقضية ماذا نقدم الشكل عسكري أو الشكل أمني، حتى تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية مشكورين وهم الراعين لهذا الاتفاق والضامنين لتنفيذ هذا الاتفاق وحسموا القضية بقضية الخطة التي تقدم بها الأشقاء حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بعد أن طال أمد التنفيذ، وكانت واضحة جدا بأن على الحكومة اليمنية وخاصة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن ينجز خطوات في الجانب الشق السياسي وعلى أمل أن يتم أيضا تنفيذ الشق العسكري وبقي هذا الشق مع الشق الأمني أيضا مترابطان على أن يتم التشاور حول تسمية رئيس الحكومة وتعيين محافظ عدن ومدير أمن عدن، وتم ذلك في قرارات جمهورية من جانب فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي استجابة لجهود وخطة التسريع التي تقدم بها الأشقاء. لكن أيضا حتى هذه لم تكن أعتقد كافية من ناحية التطمين للجانب الآخر، وبقيت الأمور حتى تفجرت أيضا للأسف الأحداث في شقرة وفي أبين مرة أخرى وذهب ضحيتها عدد من الجنود من الطرفين، وهذه لم يكن لها أي داعي حقيقة في وجود اتفاق، يعني نحن في اتفاق سياسي قبل أن يتنفذ هذا الاتفاق السياسي ولا داعي للعنف والقوة مرة أخرى، لأنه في الأخير أصلا هناك اتفاق على حكومة واحدة وطنية سيشارك فيها الجميع وستكون العاصمة عدن عاصمة مؤقتة حاضنة لهذه الحكومة، فلا داعي من منع أي طرف يمني في هذه الحكومة من دخول عدن سواء كان أمني أو عسكري تابع للحكومة التي سيشارك فيها الجميع. أيضا هذه أيضا امتدت لي عدة أشهر حتى الخطة هذه وتعثرت إلى أن جاء يوم أمس أعتقد الأخوة في التحالف وأيضا طرحوا أيضا مقترحات كانت جديرة بالدراسة وتوافق عليها الجميع. أمس دولة رئيس الوزراء قابل رئيس الجمهورية ووضعوا اللمسات الأخيرة على التشكيل الحكومي بحيث أنها وفقا لآلية التسريع أن يبقى هذا التشكيل مرهونا بتنفيذ الشق الأمني والعسكري. ومساء أمس أيضا التقت اللجنة المشتركة مع التحالف اللجنة الأمنية والعسكرية واتفقوا على إجراءات أمنية وعسكرية محددة خلال هذا اليومين، وبدأت اليوم انتقال اللجنة العسكرية المشتركة للتحالف إلى أبين لبدء فعلا في قضية الفصل بين القوات ونقل وسحب القوات الأمنية من 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 الطرفين. أيضا مساء اليوم اجتمع سعادة السفير الجابر بهيئة المستشارين وأطلعهم على هذه الاتفاقات، وهناك أيضا إشارات مطمئنة جدا على أن هذا الاتفاق سيكون إن شاء الله خلال الأيام القادمة سنأتي سنقطف ثماره إن شاء الله بتنفيذ كامل للشق الأمني والعسكري ومع إعلان الحكومة خلال نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه الآمال حقيقة نحن بحاجة جدا لها ملحة الآن خاصة في ظل التدهور المعيشي وقضية العملة والقضايا هذه التي فعلا أصبحت ظرف ضاغط جدا على كل الأطراف السياسية أن تلتفت إلى هذه المعاناة التي وربما يعني الاستقرار العسكري أو السياسي يرفع من مستوى العملة والاقتصاد يعني الآن الحكومة شبه مشلولة، يعني حكومة تصريف أعمال الآن ومرهون حتى قضية المساعدات الدولية والتدخل الاقتصادي وما يمكن أن يقدمها الأشقاء من قضية الوديعة البنكية وغيرها مرتبطة. سوف أخوض معك في تفاصيل هذه وأهميتها دكتور متعب، اسمح لي أن أنتقل لضيفي الأستاذ سليمان العقيلي. مرحبا بك أستاذ سليمان مجددا. يعني هذه الخطوة بوجهة نظرك ما الذي سوف تسهم على مستوى الأزمة في اليمن وإنهاء الانقلاب؟ ونتحدث عن اتفاق تاريخي مهم ترعاه المملكة العربية السعودية وربما سعت خلال الفترة الماضية إلى تقارب وجهات النظر، كيف تقرأ أهمية هذه الخطوة التي وصلت إليها اليوم الحكومة اليمنية والتحالف العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في الواقع
لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه الخطوة التي تعتبر خطوة متقدمة نحو حلحلة الأمور في اليمن. وأنت تتحدث عن انقلاب، وأنا أرى في اليمن انقلابين، انقلاب في صنعاء وانقلاب في عدن. ولكني لا يسعني إلا ترحيب بهذه الخطوة المباركة باعتبار أنها يعني تنهي ذيول وانعكاسات وآثار ما حصل في عدن في يناير 2018. فأنا الحقيقة أرحب ترحيب واسع وكبير، ولكني حذر، ترحيب حذر، لأنه الحقيقة تعلمنا من الميليشيات أنها لا تلتزم أحيانا وتنكث بعهودها و يعني لا تفي بما وقعت عليه. ولكني أنا لن أتكلم اليوم كثير في هذه المعاني، أترك يعني الغرض النقدي والانتقاد وتوصيف الأوضاع إلى ما بعد الأسبوع الذي حدده التحالف. بعد أسبوع يمكننا أن نرى المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والوفي لعهوده من الناكث بها، وبعدها سنرى وسنستطيع الحديث بالراحة التي نتمكن منها. نعم. أما اليوم أنا مرتاح لثلاث نقاط الحقيقة. تفضل. نعم. النقطة الأولى أنه الترتيبات حددت أسبوع واحد فقط إخلاء عدن من الآليات العسكرية والمظاهر المسلحة وخروجها من العاصمة اليمنية المؤقتة. الثاني الحقيقة هو أنه تشكيل الحكومة أو إعلانها، لأنها هي مشكلة ولكن لم تعلن، سيتم بعد إنهاء تنفيذ الشق العسكري والأمني، وهذا أمر مهم، لأن إعلان الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني يعني في واقع الأمر يعني إقرار الأمر الواقع، وهذا أمر خطير على حكومة اليمن وعلى وحدة اليمن وعلى التحالف. الناحية الثالثة أن الذي سيشرف على نقل الأسلحة والتشكيلات العسكرية من عدن هو في الواقع التحالف، وقد دخل أو قد نجح المراقبون التحالف والقوات المشتركة، نجحوا اليوم في فض الاشتباك في أبين وفصلوا القوات وأبعدوها، واليوم شفنا تهدئة وشفنا هدنة أو شفنا توقف للأعمال العسكرية في أبين. الناحية فوجودهم في أبين، وجودهم في عدن هو الحقيقة ربما يعطي الاطمئنان إلى التنفيذ، ولكن إذا لم ينفذوا الميليشيات هذه الترتيبات وهذه الخطط وهذه المبادرات، لا بد من كلمة حق ولا بد من موقف، ليس فقط الميليشيات ولكن من يديرها ومن يدعمها، ولا بد من الفصل، لأن صبر المملكة العربية السعودية طال كثيرا. وينبغي وهذه أنا أعتقد أنها الفرصة الأخيرة للملمة الأمور في جنوب اليمن. نعم. ويعني إرساء ركائز الوحدة بين أهل اليمن والأمن والاستقرار، وإن شاء الله تنجح هذه الخطوة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. دكتور متعب، استمعت ما تحدث به الأستاذ سليمان العقيلي، حذر من بعض الأمور منها الإعلان المسبق قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري، هذه طبعا لها محاذير وخطورة في حال لم يتم تنفيذ هذا الشق. ما هي المخاطر التي تترتب على مثل هذا الإعلان قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري؟ وأيضا مسألة المدة الزمنية وهذا التزمين لمدة أسبوع، يعني سبق في المرات السابقة أن حصل تزمين لكن لم يحصل تنفيذ. دعنا نتحدث عن مسألة التزمين، هل هي كافية ولتنفيذ ما تبقى من هذا الاتفاق، وماذا عن الإعلان قبل بدء تنفيذ الشق الأمني والعسكري؟
طبعا واضح من الإعلان الذي نشره الإخوة في التحالف العربي وهم الضامنين وخاصة قيادة المملكة العربية السعودية الضامنين لتنفيذ هذا الاتفاق، واضح جدا أنه سيتم إعلان الحكومة فور الانتهاء من الترتيبات الأمنية هكذا بالنص، وهذا أيضا حقيقة تعبير دقيق جدا لمضامين وما جاء في اتفاق الرياض أنه لابد من إنهاء الترتيبات الأمنية والعسكرية، لأن المقصود والهدف الرئيسي من اتفاق الرياض أيضا هو لمش صف الوطني الجمهوري في مواجهة الحوثي. فما لم تتوحد وجهة البندقية في صف الحكومة الشرعية القادمة والتي سيكون الجميع فيها، ستكون البندقية موجهة نحو الحوثي والانقلاب الحوثي، لن يكون هناك أي أمل لدى الناس هناك أن اتفاق الرياض حقق شيء في هذا الجانب ما لم يكون في هذا الاتجاه، اتجاه توحيد كل الجهود باتجاه الحوثي. ولذلك الاتفاق واضحا جدا في قضية سحب كل الآليات العسكرية والثقيلة الأسلحة الثقيلة والوحدات الغير الأمنية إلى جبهات القتال في مواجهة الحوثي، وهذه واضحة بدأت اليوم. وكما ذكر الدكتور العقيلي فعلا أن التحالف العربي وقوة ولجنة عسكرية خبيرة في هذا الجانب ومطلعة تماما على مخطط المسرح العملياتي في اليمن هي التي ستعنى بتوزيع هذه القوات إلى الجبهات، ولا يمكن أن ترضى أو تسكت عن بقى هذه القوة هنا أو هناك ما لم تكن لها حاجة ملحة في هذا المكان أو آخر. ولذلك أعتقد أن هناك يعني توافق عام يعني في داخل أطراف الحكومة الشرعية أيضا وأيضا برعاية التحالف أن لا بد من حسم هذه الأمور، خاصة وأن المعاناة الآن في اليمن على المواطنين طالت كل المواطنين دون استثناء ودون تمييز، وهذه تلقي بمسؤولية أخلاقية وسياسية على كل القوى السياسية أن تكون جادة في نواياها نحو تحقيق الأهداف السامية لاتفاق الرياض، وهو كما ذكرت توحيد المقاومة للإنقلاب وليس التماحك في داخل الصف الوطني. ولذلك أنا كما ذكرت لك أن هذا الإعلان الذي جاء من التحالف لم يأتي من طرف من الانتقالي أو من الحكومة الشرعية اليمنية، ولكن جاء من الطرف المشرف والضامن لتنفيذ هذا الاتفاق، وكان واضحا بإعلان الحكومة فور الانتهاء من الترتيبات العسكرية، وأعلن أيضا التحالف ضمن الإعلان أن كل الخطط خطط الانسحابات للتنفيذ كانت مكتملة تماما. وكما ذكرت لك البارح في المساء كان هناك اجتماع أيضا عسكري مع غرفة التحالف لهذه الترتيبات بكل تفاصيلها. وأعتقد أن الأسبوع والأقل من أسبوع أعتقد كافي لهذه القضايا، ما لم يحصل أي تراخي أو أي نكث من طرف معين، ونحن أعتقد أنه لا يمكن أن يحصل هذا الكلام لأن القضية أصبحت واضحة جدا، وكما ذكر الأستاذ سليمان لن يسكت التحالف بعد اليوم عن تسمية أي معرقل لهذا الاتفاق. طيب تحدثنا عن الشق العسكري، ودعنا نتحدث أكثر بتفاصيل عن أهمية الفصل بين القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات. يعني ماذا تمثل نجاح هذه الخطوة على مستوى إنهاء الانقلاب وكذلك تنفيذ اتفاق الرياض؟ يا أخي تخيل معي يعني على مدى أكثر من عام جبهة مشتعلة في جنوب اليمن بين قوات من داخل الحكومة الشرعية الذي سيعلن عنها كل هذه الأطراف، من هذه الكلفة المالية والكلفة البشرية واللوجستية والجهد المبدد الذي يجب أن يكون في مواجهة الحوثي. جهد كبير جدا، أموال صرفت كثيرة، أسلحة، شهداء وقتلى سقطوا كثير في هذه الجبهة، ما كان ينبغي إلا أن توجه في الوجهة الصحيحة. ودعني أقول لك بكل وضوح الآن يعني الذي يقاتل الآن لمنع دخول قوات الشرعية إلى عدن، منع دخول الحرس الرئاسي إلى عدن، هل هو يقاتل من أجل الانفصال أو من أجل إقامة دولة وهو قادم على اتفاق يضمن شراكته في دولة واحدة على مستوى اليمن؟ هذه يعني أعتقد الأجندة السياسية أو الأهداف السياسية للقتال منعدمة تماما. طيب. ولذلك استمرار القتال هو استمرار عبث لا يصب إلا في مصلحة الحوثي الذي يتفرج على هذه الأطلاق. نعم. طيب عودة لك أستاذ سليمان،
يعني هذه الخطوة التي أقدم عليها التحالف اليوم والحكومة الشرعية. نتحدث عن تحالف عربي ضامن والمملكة العربية السعودية ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق. إلى أي حد سوف تقطع المسافة على الذين يريدون العبث في الأمن الداخلي وكذلك الخارجي؟ أتحدث عن ميليشيات متواجدة على أرض الواقع وعلى رأسها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعن أيضا أجندات خارجية تريد أن تنفذها إيران. هذا الاتفاق إلى أي حد سوف يقطع المسافات التي تريد العبث بالأمن الداخلي وكذلك الخارجي؟ نعم، في الواقع الوضع اليمني وضع معقد، فيه جماعات إرهابية وفي جماعات منشقة وفي جماعات انفصالية وفي جماعات يعني موالية لأجندات خارجية وفي جيش وطني وفي تحالف وفي يعني فسيفساء الحقيقة، يعني كثيرة الألوان والأهداف والطبائع. لذلك الحقيقة ينبغي أن على اليمنيين أولا أن ينظروا بالحكمة والروية اللازمتان أو اللازمتين للانتقال إلى الاستقرار والسلام، وهذه تستدعي الحقيقة توافقات سياسية، وهذه ربما هذا التوافق السياسي لا يمكن أن يتحقق في ظل الأوضاع الرائعة. لذلك على الخارج بالتحديد التحالف دعم الشرعية الدور الكبير في تحقيق التوافق السياسي. التحالف الحقيقة بقيادة المملكة العربية السعودية بذل مجهودات قبل سنة، اليوم حنا يعني نستذكر الاتفاق السياسي اتفاق الرياض مر عليه سنة الآن، سنة وشوية، فاليوم ونفذ بعضه ولم ينفذ البعض الشق الآخر. اليوم نحن نتطلع للتنفيذ الكامل بتعاون الجميع، وأنا أؤكد لكم أو لمشاهديكم أنه أي نزعات سواء انفصالية أو قبلية أو جهوية وأقليمية ومناطقية أو نزعات يعني مصلحية دكاكينية حزبية لن يكتب لها الاستمرار، لأنه اليمن منطقة حيوية للأمن القومي العربي وللاستقرار الإقليمي والأمن البحر الأحمر، فالعبث باليمن ممنوع، والعبث باستقرار اليمن وبوحدة اليمن مسألة خطيرة بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية. المملكة الحمد لله دولة قوية ودولة اقتصادها قوي، وهي اليوم تقود اجتماعات الاقتصاديات الغربية، وهي لها كلمة مسموعة وعندها نفس طويل وحكمة واسعة وصبر جميل. فالمرجو اليوم من الجميع هو التعاون مع القيادة السعودية للثم هذه الاختراقات أو هذه الاختلالات، وإقرار مشروع سلام. لأنه الحقيقة أنا أستطيع أن أقول لك بكل راحة راحة ضمير أنه المملكة قادرة على الاستمرار في الحرب لعقود وليس سنوات، ولكن الخاسر في هذا هو اليمن واليمنيون. فاللي نرجوه أنه أن بعض اليمنيين الذين يتكسبون بالحرب والبعض الآخر الذي أصبح يعني متعاملا حتى لا أقول عميلا للأجندات السياسية الخارجية، وهؤلاء الذين لا يعني ليس لديهم الإحساس الكامل بالمسؤولية الوطنية على هذه الفئات أن تتقي الله في شعب اليمن، لأن ما يعملونه وما يرتكبونه بهذا بحق هذا الشعب المنكوب هو جريمة موصوفة جريمة إنسانية من الجرائم الإنسانية. فبالتالي فبالتالي اليوم نتحدث عن أن يكون
الدور يتصاعد الدور الداخلي اليمني في حل الأزمة، وأن يكون للحكومة ويكون للساسة وللأحزاب وللقوى الفاعلة من المجتمع المدني يكون لهم دور كبير في نقل اليمن من الحالة الراهنة وهي حالة يائسة. واسمح لي أستاذ سليمان، هذا ما سوف نفصل الحديث به عن أهمية هذه الخطوة اليوم لترتيب هذه تلك الأوراق التي تحدثت بأن الوضع معقد على المستوى السياسي وغيره من المستويات. إلى أي حد سوف ترتب الأوراق على جميع المستويات هذه الخطوة؟ اسمح لي أستاذ سليمان وضيفي. أنا إذا تسمح لي بس، إذا أنا نعم. ما أجبت على السؤال أنا وقت دقيقة أو نصف دقيقة. نعم هذه تفضل. الخطوة ستفتح الطرق وتشرع الأبواب لعمل وطني متناسق ولاجتماع الجماعة السياسية الوطنية ولاتحاد القوى الوطنية كافة على نعم. العمل المنسق لنقل الجنوب أولا نعم. إلى آلة الاستقرار والسلام والتنمية، ومن ثم انتقال اليمن كله بشماله وجنوبه إلى السلام والاستقرار والتنمية. نعم ابقى معي أستاذ سليمان. دكتور متعب، يعني مقومات نجاح هذا الإعلان وما الذي يجعله يختلف عن سابقه من الإعلانات، وعلى أي مدى سوف ترتب جميع المستويات والأمنية والعسكرية والاقتصادية وغيرها في حال تم تنفيذه بالكامل وما تم الاتفاق عليه؟ اسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. اسمح لي دكتور متعب واسمح لي أستاذ سليمان، مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مستقبل وطن. وجد ترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور متعب بازيات، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضو مؤتمر الحوار الوطني. مرحبا بك مجددا. مرحبا دكتور متعب. وكما أرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ سليمان العقيلي، كاتب ومحلل سياسي. مرحبا بك مجددا أستاذ سليمان. أبدأ معك دكتور متعب، أتحدث عن مقومات نجاح هذا الإعلان وما الذي يجعله يختلف عن سابقي من الإعلانات التي تمت في الآونة الأخيرة؟ دعني أولا أقول لك أن كما أضيف إلى ما قاله الدكتور سليمان، أن اليمن الآن حاصل الحكومة اليمنية لا تعتمد على المملكة العربية السعودية فقط في دعم لوجستي أو ما يحصل من دعم إنساني في اليمن وتدخل العسكري أيضا لمساندة الحكومة الشرعية، ولكن أيضا حتى في العلاقات الدولية وحضور الكثيف والكبير للمملكة العربية السعودية الوازن في الدبلوماسية الدولية والمحافل الدولية تستفيد كثير من اليمن، وأصبح هذا الدراع السياسي للقضية اليمنية ومهم جدا. وفي هذه المحافل تؤكد المملكة العربية السعودية مع كل الدول العربية حقيقة بما فيها الجامعة العربية والملتقيات الإقليمية والدولية على قضية أساسية وهي قضية الأمن واستقرار ووحدة اليمن. فقضية الدولة اليمنية الواحدة قضية مبدئية جدا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. ولذلك لما نتحدث احنا عن دور المملكة العربية السعودية في اتفاق الرياض، لانه يتسق تماما مع الاهداف العامة للتحالف العربي وعاصفة الحزم وعملية الامل واعادة الامل في قضية واضحة جدا وهو عودة الحكومة الشرعية اليمنية الى اليمن للشعب اليمني وهزيمة الانقلاب الحوثي الطارئ في اليمن الذي اصبح لا يهدد اليمن فقط وانما يهدد المنطقة ككل بما فيها طرق الملاحة الدولية. هذه القضية بمجملها على المستوى الاقليمي والدولي واضحة جدا لكل الساسة وكل المحللين وكل العملية الاستراتيجية في المنطقة، ان اليمن ركن اساسي وحجر زاوية في عملية الامن والسلام الاقليمي والدولي. اليمن الموحد، اليمن الدولة القوية، الدولة المساندة للأمن والاستقرار في المنطقة، اليمن الحليف الاستراتيجي والشريك الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية بشكل خاص. هذا الدور الكبير الذي تطلع به المملكة العربية السعودية يتسق تماما مع هذه الرؤى اليمنية التي تبلورت في مخرجات الحوار الوطني في قضية الدولة اليمنية الاتحادية التي وضعت أساس رئيسية في قضية الديمقراطية والجمهورية والدولة الفيدرالية. نعم. فأي شذوذ عن هذا السياق العام الذي فيه المشروع الوطني اليمني وفي تضامن إقليمي وعربي مع هذا المشروع الوطني السياسي الكبير
يبقى هامش حقيقة، ولا لن يكتب له النجاح في 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 هذا الزخم، ولن يجد له أي اعتراف، سواء كان انقلاب في صنعاء أو في غير صنعاء يعني. كما نتحدث يعني كل هذه الأمور هي كما ذكر الدكتور سليمان طارئة حقيقة، لكن أعتقد أنها حانت لحظة الصدق والوضوح في قضية توضيح هذه القضية بشكل عام للرأي العام ولكل القوى السياسية اليمنية، أن الهدف الأساسي من التجمع والتحالف العربي أن يكون شريك لليمن في قضية الأمن والسلام في الإقليم، وشريك لليمن في محاربة أيضا الإرهاب والقضايا القرصنة وغيرها من هذه القضايا. وهذا لن تضمنه إلا حكومة يمنية واحدة قوية تكون حاضرة في كل أنحاء اليمن، ساحلا وجبلا وجزر وبحر. هذه القضية واضحة جدا، ولذلك الآن أعتقد أن إصرار المملكة العربية السعودية على قضية الانتهاء من الانقلاب الحوثي الذي هو مخلب القط الإيراني حقيقة في المنطقة، لن يكون دون ما تكون توحيد للجبهة الداخلية للحكومة الشرعية والذي جسده اتفاق الرياض. لذلك أعتقد أن الحكومة اليمنية ممثلة بمخابة الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء المكلف أنجزت كثير في الشق السياسي، بما فيها كما ذكرت لك تسمية رئيس الوزراء ثم المحافظ ثم مدير الأمن ثم أخيرا استكمال كل المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وبقي إعلان الحكومة فقط، وهذا لا يستدعي إلا قرار جمهوري فقط. لكن هذا الشق الأمني والعسكري الأساس في العملية الذي سيبقى لغم في طريق العملية السياسية يجب أن يكون واضحين فيه في إن هذا الصراع. طيب دعنا نأخذ وجهة نظر الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ، هنا الدكتور متعب يتحدث يعني الأهم من هذا وذاك هو تنفيذ الشق الأمني والعسكري، بوجهة نظرك ما الذي يتطلب من التحالف العربي كونه هو الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق خلال هذه المرحلة المقبلة والأسبوع قبل الإعلان عن الحكومة؟ ما هي متطلبات التحالف العربي من تكثيف الجهود لتنفيذ الشق الأمني والعسكري؟ أولا أخي الكريم، لابد من أن تمكن الحكومة الانتقالية الحالية يعني التي تصرف الأعمال من الوصول إلى عدن، وأن يكون معها قوة أمنية تحميها وتحمي سيادة القانون في عدن. فإذا تأمن سيادة القانون في العاصمة المؤقتة وأمنت الحكومة، أنا أعتقد أنه أمر إعلان الحكومة الجديدة أمر ميسور. هذه نقطة، وهذه الحقيقة مسؤوليتها أنا أعتقد أنها على التحالف الآن الذي يراقب وينفذ ويرعى التنفيذ. إذن النقطة الأولى مسؤولية التحالف تأمين عودة الحكومة. جزء مشكلة أمنية سواء تعلق الأمر في صنعاء أو في عدن، وإذا استطاع التحالف أن يحل المشكلة الأمنية في عدن سواء تثبيت دعائم الأمن والاستقرار أو تمكين حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي ممارسة أعمالها، ومن ثم مواكبة ذلك بمشروع تنموي يعني زيادة الجهد التنموي والجهد الإغاثي والجهد الاجتماعي، عندها يمكن القول أن الحكومة والتحالف كلاهما استطاع أن يترجم إرادتهما السياسية في تقديم نموذج ناجح في جنوب اليمن، وكما هو في شرق اليمن كما هو في الشمال الشرقي. فلذلك أنا أتطلع الحقيقة إلى أن أرى الحكومة في اليمن، في الحكومة اليمنية في عدن تمارس مهامها وبيدها السلطة الأمنية والقدرة على بسط سيادة القانون والقدرة على تحقيق العدل عبر المؤسسة القضائية، وبالتالي مظاهر الجريمة أو مظاهر العنف تتقلص. إذا كان في حكومة وفي قضاء وفي سلطة أمنية قوية
طيب. أنا أعتقد أنه هذا هو الذي تشرعب له نعم. الأنظار كون هذه الخطوة اسمح لي أستاذ سليمان أستاذ سليمان هذه الخطوة المهمة التي سوف يعني تكون على عاتق التحالف العربي بتأمين مسألة عودة الحكومة وتنفيذ القرارات السياسية وغيرها العسكرية، هذه مهمة أيضا مهمة أخرى للتحالف العربي للجهات التي تسعى لعرقلة هذا الاتفاق بجانبه الشق بجانبه العسكري والأمني، فما المهام التي تتطلب أو الجهود التي تتطلب من التحالف العربي لقطع الطريق على كل من يريد عدم تنفيذ هذا الشق المهم والعسكري والأمني؟ أنا أعتقد أنه بالفعل مسؤولية التحالف اليوم مضاعفة وهي مسؤولية علي، وأنا أعتقد أنه لتخفيف مسؤولية التحالف هو القيام التحالف بدعم سلطة الدولة اليمنية والحكومة اليمنية. كل ما تمحض الحكومة اليمنية مزيد من السلطات ومزيد من القوة ومزيد من الاستقرار في وطنها وعلى أرضها ومع شعبها، كل ما يتخفف التحالف من المسؤوليات، وكل ما يسهل بالتالي إنهاء العملية العسكرية في اليمن بالوقت الوجيز. طيب. وإذا تحقق ذلك في الجنوب احتمال إنه نفس النموذج، نموذج طيب. الحوار ونموذج التعاون الأمني ونموذج الاستراتيجية أو التسوية السياسية تكون ملهمة لحل المشكلة أيضا في صنعاء. نعم طيب اسمح لي أستاذ سليمان. دكتور متعب، مسألة عودة الحكومة التي تحدث عنها الأستاذ سليمان العقيلي، يعني إلى أي حد سوف تسهم هذه الخطوة بعودة الحكومة لممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، وإلى أي حد سوف تسهم في موضوع الاستقرار العسكري وتحريك الجبهات الراكدة حاليا وكذلك على المستوى الاقتصادي؟ عودة الحكومة لم تكن مشكلة كعودة شكلية في الماضي، فعادت الحكومة بعد اتفاق الرياض، جلست حوالي رئيس الوزراء جلس حوالي 3 أشهر هناك في عدن. تحدث عن الحكومة كاملة. الإشكال كما ذكر الأستاذ أو الدكتور سليمان، إن هل ستتمكن الحكومة من صلاحيات وسلطات وإمكانيات البلد بشكل عام؟ القضية أيضا هي أوسع من ذلك. ما الذي تقصد بالصلاحيات؟ أنا أقول لك يعني مثلا الحكومة لما تكون موجودة في داخل البلد ولديها السلطات الأمنية لفرض القانون في كل المحافظات، سيكون أيضا لديها القدرة على قضية تفعيل الاقتصاد وعجلة الاقتصاد الذي ممكن نتحدث فيه لاحقا، من خلال السيطرة على المنافذ والموارد والمواني والمطارات، وهذه مورد كبير جدا. تفعيل من ناحية آخر، من ناحية أخرى قضية إعادة التصدير بشكل مقبول للنفط والغاز وغيره من الموارد الأخرى بما فيها حتى المنتجات التي كنا نصدرها إلى الخارج فيما قبل. يعني كل هذه الأمور متعلقة بتنفيذ هذه الأمور لن تقوم بها إلا الدولة، حكومة شرعية معترف بها تتعامل عبر البنك المركزي، عبر تحويلات رسمية مع البنوك الدولية، هي التي ستتولى هذه العملية. كل ما تم من خلال عندما تم طرد الحكومة الشرعية من عدن، لم يستطع الإخوة في الانتقالي عمل شيء من خلال الإدارة الذاتية التي أقاموها في عدن في هذا الجانب حقيقة، لأن القضية زي ما ذكرت لك تتعلق بنظم دولة وحكومة معترف بها. لذلك اعتقد ان، وهذا اعتقد من 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 دواعي تفاؤلنا الان، ان الاخوه في الانتقالي سيكونون يعني عند الامل وعند التحدي في قضيه تنفيذ الشق الامني والعسكري واخراج هذه الازمه من عنق الزجاجه، من خلال انهم لن يستطيعوا حقيقه يعملوا شيء بدون الحكومه الشرعيه. لكن الان مع يعني حلحله الشق الامني، سيكون الاخوه في الانتقالي جزءا من هذه الحكومه وفي هذه الوزاره، وسيعملون في أطر سليمة من ناحية دستورية وقانونية وأمام العالم الآخر. فهذه أعتقد من الحوافز التي يقدمها الشق السياسي لإنجاز الشق الأمني. نعم طيب أستاذ سليمان، يعني الآن مثل ما يقال يعني أسبوع وتنتهي الخلافات وتتوحد الجهود، معنا عدو واضح داخلي وكذلك خارجي يتربص ويحرك الأجندات التي يريد أن ينفذها عبر أذرعته داخل اليمن، وهذا الموضوع لا يقتصر فقط
على اليمن وحده، بل إنما استقراري باستقرار المنطقة بشكل عام. أسبوع واحد، ما السيناريوهات المتوقعة في تنفيذ وعدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري؟ أنا أعتقد بالنسبة لصنعاء التسوية أو الحل مرتبط بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وبالتجاذب بين طهران وواشنطن، وثبت لي حتى الآن والكثير من المراقبين أنه آمال طهران في حوار سهل جدا وعودة أمريكا للاتفاق النووي وتشريع النفوذ الإيراني في المنطقة مثل ما كان في عهد أوباما لن يكون، لأنه نعم. بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن صرح بأنه ليس أوباما وأن سياسته لن تكون كذلك، وأنه لابد من حوار عميق حول دور إيران في المنطقة وحول البرنامج الصاروخي إضافة إلى الاتفاق النووي. فيبدو لي أننا أمام علاقات إيرانية أمريكية ليست سهلة حتى في عهد بايدن إذا تسلم الحكم، إذا مشت الأمور كما متوقع تسلم الإدارة في 20 يناير القادم. نعم. هذا الحقيقة يعني يعطينا فكرة إنه الأزمة اليمنية ليست في أفق التسوية على الأقل في النصف الأول لعام 2021، لأنه أولاً الرئيس المنتخب سيدير ظهره القضايا الدولية في خلال 100 يوم الأولى وسيتفرغ للأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة وهي أزمة كوفيد-19. نعم. ثم يعني يشرع في سبل حلحلة الأزمات الدولية حيث الولايات المتحدة يعني لها الدور الرئيسي في استقرار الوضع الدولي. نعم. وأنا الحقيقة غير متفائل بسياسة إيرانية متعاونة في اليمن إلا في حالة واحدة، إذا فعلا أعطت واشنطن بإدارة بايدن أولوية لسياسة طهران في المنطقة وضغطت عليها لكفي أعمالها الشريرة ولإيقاف تصديرها للعنف في المنطقة عندها، وهذا لن يتحقق إلا في حالة واحدة أو حالتين، إنه دول الخليج تكون جزء من الحوار الأمريكي الإيراني أو يكون لها رأي فيما يتم التوصل إليه. غير ذلك أنا أعتقد أننا سنكون في صراع المغالبة مع إيران في اليمن، وأن الأمر يعني سينحصر في إطار الصراع العسكري مع آفاق قليلة للتسوية السياسية على الأقل في النصف الأول من عام 21. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقلي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا في حلقة اليوم. شكرا لك أستاذ سليمان. دكتور متعب، يعني مسألة الأمنية والعسكرية ربما هي الأهم لاستقلال أو استقرار باقي الملفات، على رأسها الوضع الاقتصادي. نحن أمام أسبوع واحد لتنفيذ الشق الأمني والعسكري، دعنا نختم حول إذا ما تم تنفيذه انعكاسي على الوضع الاقتصادي، وهل من المتوقع بعد تنفيذ الجانب العسكري والأمني سوف تكون هناك وديعة من التحالف العربي؟ نحن حقيقة دعنا لا نتوقع الأسوأ، وإنما نتوقع أن يتم التنفيذ كما أعلن التحالف العربي في بيانه ليلة أمس، إن هناك الخطط مكتملة ولا يبقى عليها إلا أن يتم التنفيذ. وحقيقة نزلت اللجنة واليوم تم أيضا إجراءات عملية في أبين في هذا الاتجاه، وأعتقد أن مع نهاية الأسبوع القادم ستكون لدينا حكومة وبعد تنفيذ اتفاق الشق الأمني. طبعا قضية الوديعة، لما تكلمت عن وديعة السعودية نحن نتكلم عن ذكرتها وفقا للظروف الاقتصادية نعم الصعبة نحن التي نحن نتكلم
يعاني منها نتكلم عن, 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 عن حزمة متكاملة من العملية الاقتصادية والاستثمارية في اليمن تنتشل الوضع المعيشي وخاصة دعم العملة الوطنية، وهذا لن يأتي إلا من خلال إجراءات اقتصادية. أنا لست اقتصادي، لكن كما يقول الخبراء الاقتصاد إنها في هناك ركائز معينة يجب أن تفعل في العملية المالية أو الدورة المصرفية كما يسموها. لابد أولا من قضية الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بات مشارفا على النفاذ، لم يكن نفد يعني في البنك المركزي اليمني، وهو الذي يعتمد على قضية على الأقل كحد أدنى وارداتنا من الأغذية والأمور الرئيسية جدا للبلد، المواد الاستهلاكية على أقل شيء. هذه مبادلات تتم بالدولار. القضية الأساسية الثانية إضافة إلى قضية الاحتياطي من العملة الأجنبية، قضية أن الحكومة الآن ليس لديها موارد، فيها شحة كبيرة من الندرة في الموارد، لأنه متذكر نحن مواردنا الرئيسية كانت من قضية تصدير النفط والغاز، يعني حوالي النفط كان حوالي 300 ألف برميل حينها، بالإضافة إلى حوالي 2 مليار دولار من الغاز من حصة الحكومة في حينها. الآن النفط حوالي 30 ألف من حضرموت، والآن أقل من هذا من شبوة، موضوع الغاز متوقف تماما. الشيء الآخر قضية المواني أيضا، قضية الحصار وقضية الإجراءات وارتفاع المخاطر حول المواني اليمنية، نعم، وإجراءات معقدة أيضا خففت من قضية المواني وزارة. هذه القضية مهمة جدا. القضية الأخرى الرئيسية التي فعلا أثرت جدا، وهو قضية أن أصبح لدينا في البلد يعني منطقتين اقتصاديتين لو جاز لنا التعبير، من خلال قضية المصارفة بالريال بالريال، من خلال الرفض الحوثي لقضية التعامل بالعملة الوطنية الجديدة، أيضا عمل إشكال كبير جدا. وإن كان الحوثي يعني يظهر أنه يعني أضبط الاقتصاد، لكن حقيقة الحوثي لا يصرف حد مرتبات ويجبى ضرائب ورسوم من الناس وأفقر الناس، ولذلك هو بأسلوبه القمعي يحد من هذه يعني هذه. أنت متفائل جدا بتحسين الوضع؟ بكل تأكيد نحن متفائلين جدا، وأعتقد أنه مؤشر كبير. يعني المخرج يشير بانتهاء الوقت، لكن يستسمحنا بنصف دقيقة، ما المتوقع خلال أيام القادمة؟ اسمح لنا سيادة المخرج بتعليق الدكتور متعب. أنا بكل يقين أقول إن شاء الله أنها انفراجة كبيرة جدا للوضع السياسي والاقتصادي بكل تأكيد، وإنها ستسير الأمور على ما يريده اليمنيون إن شاء الله، ولن يخيب السياسيون آمالنا هذه المرة إن شاء الله، وأملنا كبير في التحالف العربي وقيادة المملكة السعودية أن تضبط العملية السياسية بهذا الشكل. أشكرك جزيلا الشكر في ختام هذا في ختام هذه الحلقة. الدكتور متعب زياد، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكذلك عضو مؤتمر الحوار الوطني، شكرا لتشريفك معنا في الحلقة. شكرا لكم المشاهدين. وكما أشكر ضيفا الذي كان معنا الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كما هو الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة والإصغاء. قدمت لكم الحلقة أنا أحمد الفرحاني نيابة عن زميلي مختار الفقي، كما أقول لكم تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.